صباحه قالوا عليه فريق تعبان بيكسب بالحكام ومدربه محظوظ، فطلع كل الكلام ده اي كلام محفوظ، لان مع نهاية الموسم الاوروبي ريال مدريد علم على الجميع. لا انا مش مبالغ خالص، هو ريال مدريد فعلا علم على الناس كلها، شايل البايرن 4 وبعدها اتلتيكو 3 وبعدها اليوفي، اليوفنتوس صاحب الدفاع الحديدي اللي دخل مرمات 3 اهداف بس على مدار البطولة كلها، شال 4 في النهائي. في يا عم الملكي؟ مش كده يا عم الحاج بالراحة. وبعدين زين الدين زيدان اتكلمت عليه وقلت كل اللي كنت عايز اقوله في الحلقه دي قبل ما يدخل في المنعطف الاخير اللي حسم من خلاله الدوري ودوري الابطال من اساسه، علشان كنت عارف اني لو قلت نفس الكلام اللي قلته ساعتها دلوقت بعد ما الريال كسب الكلام كان هيكون مقبول. بس لو كنت قلت نفس الكلام ده لو زيدان كان فشل في واحده من البطولتين او ما حققش نفس النجاحات، ساعتها محدش كان هيسمعه. زيدان عمل السنه دي مع ريال مدريد شغل وعمل جبار، وتوج في الاخر بألقاب مهمه قوي. الفكره هنا بقى ان الريال مش بس سبع علامه تاريخيه بتحقيقه دوري الابطال للمره الثانيه على التوالي تالتة في 4 سنين، لا ده كمان حقق المعجزة دي بقيادة نجمه المنتهي، الراجل اللي قالوا عليه انه كبر وخلص كرة خلاص، فرد عليهم بهاتريك في نوير وهاتريك في اوبلاك وهدفين كانوا هيبقوا هاتريك في بوفون. وبرضه زي ما قلت قبل كده تألق كريستيانو يعود لثقة كبيرة قوي متبادلة ما بينه وما بين مدربه، ثقة حولته من لاعب بيلعب على الجناح لازم يسيب بصمة ويقود كل هجمة من هجمات فرقته الى مهاجم صريح بيعمل فقط داخل الصندوق وحواليه، ويتميز بأهم ميزة لأي سترايكر وهي الحس. وده التطور الطبيعي للاعب زي كريستيانو اللي مع كبر سنه بدأ مردوده البدني اللي بيعتمد عليه بشكل كبير يقل وسرعته تبدأ شوية، وأصبح مش محتاج لكل الحاجات دي لأنه بمنتهى البساطة من 3-4 لمسات في المباراة ممكن يسجل لك جولين 3. والملخص المفيد إن الريال استحق فحقق إنجاز تاريخي وتفوق على كل عمالقة أوروبا. وطبعا كالعادة في ناس مش هتقدر تشوف الواقع اللي أغلبية العالم دلوقتي شايفه بغض النظر إذا كان تقبله او مبسوط بيه او لا، بس في ناس بتحب تلاقي اي مبررات وهتسمعك كلام زي الكلام اللي سمعناه لما ريال خرج بايرن ميونخ اخر مره في دور نصف النهائي وحطوا المشكله كلها على اعتاق بيب وفلسفته العجيبه. اهو المره دي الريال تفوق على البايرن بقياده انشيلوتي، وهم نفس الناس اللي هيقولوا لك على اليوفي بعد النهائي ده فريق محلي وما ينفعش يخرج بره ايطاليا، مع ان هو ده نفس اليوفي اللي اصبح عملاق بعد ما تفوق على برشلونه 3-0 في ربع النهائي السنه دي. هما نفس الناس برضو اللي هيقولوا على اتلتيكو لا اتلتيكو متعود كده كده كل سنه بيشيل من الريال. وعلى قد ما استمتعت باداء الريال واحقيته في الفوز وفي التتويج لانه بمنتهى البساطه حاليا اقوى فريق في اوروبا، على قد ما حزنت على الفريق الايطالي اللي كنت اتمنى انه يحقق البطوله، وعلى قائده اللي اجبرني اني البس القميص بتاعه في مباراه النهائي لاني كنت فعلا اتمنى انه يشيل الكاس اللي يفتقده في دولاب بطولاته. وبصراحه اللي حصل في اليوفي حاجه صعبه قوي تفسيرها. من ناحيه ريال مدريد فعلا فريق قوي وتقيل، بس اليوفي ما كانش طبيعي لان نفس الفريق ده بالتكتيك ده باللعيبه دي هم اللي قهروا الكالتشيو وحققوا كوبا ايطاليا، ومسيرتهم في دوري الابطال كانت مثاليه حتى الدقيقه 46 من المباراه النهائيه. مع بدايه الشوط الثاني بدون اي مقدمات او مبررات شفنا الشك بيتسلل لعقول لاعبي اليوفي ومن ثم يتسلل لاقدامهم. وزي ما قلت قبل كده باللعيبه اللي يمتلكها حاليا ريال مدريد لو اديتهم الثقه وركبوا عليك نفسيا مش هيرحموك، وهو ده بالظبط اللي حصل في الشوط الثاني. وللاسف أليجري ما قدرش حتى انه يسعف فرقته من على الدكه لان دكه بدلائه ما ساعدتوش. فلازم في نهايه الموسم ده اقول هارد لك لليوفي وهارد لك لأليجري وهارد لك لجماهير البيانكونيري. وفي شوية ناس انا شايفهم وعارفهم عايزين يقولوا ان انا السبب ونحست اليوفي لاني حضرت النهائي التاني ليهم على التوالي وخسروه، بس للاسف مضطر اقول لك ان نحس اليوفي اكبر مني بكتير لانهم وصلوا النهائي في تاريخهم 9 مرات خسروا منهم 7، وقائدهم المحنك السترايكر العظيم هيجوين التخين وصل لوحده ل4 نهائيات في اخر 3-4 سنين وخسرهم كلهم. ولعلمك انا برضو حضرت مباراة اليوفي ضد الريال اللي كانت في البرنابيو في نصف النهائي من سنتين، وساعتها اليوفي هو اللي اتأهل. فبعيدا عن كل السحر والشعوذه يلا بينا بقى نطلع على كاردف. لا ثانيه قبل ما نروح كاردف، بس اعمل سبسكرايب او اشتراك للقناه على يوتيوب دلوقتي وشغل التنبيهات عشان توصلك اول ما ننزل حلقه جديده، لان عايزين نوصل لل 500,000 سبسكرايبر بقالنا كذا اسبوع متعطلين. يلا بينا.
جاهز يا مو؟ لندن هيثرو دي 9. اول حاجه في المطار هتتعمل هي الاجزخانه علشان ستوك ادويه عنيف للسفريه. جولدن فلو داي ده بتاع الصبح، وجولدن فلو اخضر بتاع الليل. كلاريتين عندي، ده اختراع جديد اول مره اشوفه، ان الترابيزه تبقى عليها. اضرب اضرب. مو بيقف يتفتش في كل نقطه تفتيش بنعدي عليها. هنوصل لندن، هنركب عربية تاخدنا من لندن هيثرو اللي هو مطار لندن لحد منطقة اسمها بريستل. المسافة بين بريستل ولندن هيثرو ساعتين بالعربية، وبعد كده بكرة بقى اللي هو مش بكرة اللي هيبقى بكرة اللي هو بعد بكرة يوم الماتش، يعني نتحرك بقى بالعربية من بريستل لكارديف تقريبا ساعة. صباح صباح. قبل ما مو يدور على الشنطه بتاعته، انا محتاج الاقي ليه الشنطه. انت المسافر الاجنبي. طيب لازم دلوقتي حالا نلاقي سيم كارد عشان نت، ده اهم حاجه. سيم كارد اتجاب، تليفون شغال، في داتا، يعني في سناب وانستا وكل حاجه. دلوقتي متجهين مع الراجل ده عشان هنشوف يا ترى هناخد عربية ولا هنركب اتوبيس ولا هنروح بريستول دي ازاي اصلا. عربية عربية. ساعتين العشر. بداية هايلة للسفرية، كنا متوقعين بصراحة. أنا كنت متوقع أتوبيس. وأنا كنت متوقع أتوبيس، بس الحمد لله عربية ومرسيدس ودلع وآخر شياكة. أنا لسه متفاجئ من موضوع السواق اللي قاعد على اليمين ده، بس أنا جاي أكتشفه يعني. كل حاجة أول تعليق ليا على لندن لما دخلنا إن الناس كلها ماشية عكسي في الشوارع، فاهم؟ قلت إيه لندن ومش لندن والناس ماشية عكسي، فاهم؟ إنها اللحظة الفارقة. هنا هنا زوم هنا. 9:12 والساعة دلوقتي 8 ودقيقة، يعني فاضل 13 ساعة. اقرب سرير بسرعة يا اسطى، الله يخليك. فور تو ايت. الغرفة. يعني كل الحاجات دي هنا، الشنطة التانية. قبل ما نعمل أي حاجة تعالوا نشوف إيه الحاجات اللي جات لنا دلوقتي. مبدئياً الظرف ده، الظرف فيه تذكرة الماتش بلوك U26. أول حاجة لما أخد تذكرة ماتش لازم أعرف أنا قاعد فين، وبالتالي ندخل هنا نكتب كاردف ويلز يو دوت الصف اللي فوق خالص، يعني ابعد حاجه عن الملعب يو 26 اهي في الكورنر هنا، واعلى حاجه ناحيه الكورنر. سرير هنا وسرير هنا. انا بقول ناخد السرير الكبير. يلا بينا يوم الفاينل. قميص الفاينل جاهز، مع احترامي لكل جماهير ريال مدريد، بس النهارده انتوا عارفين ان انا بشجع اليوفي، ودي تاني مره اشجع فيها اليوفي في خلال سنتين، ثلاث سنين. المره اللي فاتت كان ضد برشلونه وخسر، المره دي ضد الريال. اللي هتكون دي التيشيرت التاريخيه اللي يفوز بيها بوفون باول لقب دوري ابطال في مسيرته. كاميرا اولى تشيك، كاميرا ثانيه تشيك، موبايل تشيك، شاحن تشيك. يلا بينا على الاستاد. تذكره تشيك. ست ساعات على الماتش.
ساعات و 8 تقريبا على الفطار. شفت ده؟ ده المنظر اللي باين بس في الحقيقة أول مدريدي من الأردن. تري كم سنة تيجي بس؟ 3-1 كريستيانو. 3-1 حلو. 3-1 مش كريستيانو لها بس أتوقع أنه راح يكون أقل 2-2 لكريستيانو. هلا جايز. هاي. ثانك يو. أنت شخص كثير رائع. لأنك سحبت اسمي. كانت علي تويتر ولا فيسبوك ولا انستغرام؟ كانت علي انستغرام. انستغرام ها؟ حبيبي. لما بنطلع لايف وبنقول ان احنا بنسبب بنسحب اسامي الموضوع بيبقى بجد. انا ما كنتش عارف الراجل ده وطلع هادي هو اللي سحبت اسمه وهو فعلا كسب وهو احمد وفعلا هما اتفكروا في حين النهائي. فالمسابقات بتبقى بجد اهي اهو مثال حقيقي. الطريق من بريستول لكاردف المفروض هياخد 1.5 ساعة والسواق بيقول لنا لازم نربط الحزام. الراجل رابط كده اهو والا هو هياخد مخالفه. بس جوال ظلم طالع خلوا البايرن وحتى البايرن اخذوا البلانتي ظلم بس ما استغلوها. يعني كانت تحكيم معهم بس هني ما قدروا يستغلوا الفرص. هيحطنا على فيسبوك. لا خليه يراجع ثوابه ويصير مع برشلونة. ريال مدريد شكلهم قاعدين هنا. ساين سو اورز از بي 10 اوكي سو اف يو ار جاست بي 10 B10. Yeah, if you are not planning. Thank you, sir. برد ولا حر ولا ايه هون؟ مش مفهوم. صح؟ مش مفهوم برد ولا حر؟ برد. شكله برد. دلوقتي المفروض هنمشي تلت ساعة لحد ما نوصل الملعب. والهدف ان احنا نوصل بدري شوية وان الدنيا ما تمطرش، أتمنى ان الدنيا ما تمطرش. و عايزين ندخل بقى في الاجواء كده وندخل في الحماس بدل النوم اللي كان في الباص ده مش هينفع. شباب انتوا من وين؟ من وين؟ الجزائر. الجزائر. شجعوا مين النهارده؟ لا مدريد. شجع مين؟ الريال. انا مدريد. انا مدريد. انا بارسا. بارسا ولا بارسا؟ كم المباراه؟ توقع كام؟ 3-0. 3-0. 2-1. لمين؟ يوفي. كم نتيجة؟ 3-1 لريال مدريد. 2-1 ليوفي. 3-1 للمدريد. 3-1 يوفي. يوفي 4-4. فورزا ميلان. جراتسي روما. عميتو بلا وفاين سي كان سيدا. سي molto buena. Where you from? Egypt. Egypto. Egypto. No, Momo Salah. Egypto. Salah. Salah. Egypto. Momo Salah. Ah, sì. Egypto. Holiday in Egypto. Oh, nice. Grazie. Tu, quanto alla partita? Quanto tempo? Sì, no, quanto risultato. Juventus 2, Real Madrid 1. 1. تشاو تشاو. البس الجاكيت يا بابا. لا 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 ده البس يا حبيبي الجاكيت. ينفعش يا ابني عيب والله. مع انهم مخرجينكم من دوري الابطال. انا واخوي علاء بن عمي وانا وابن عمي على الغريب. كل الناس فعلا بتشجع يوفي. واضح ان ديت الحته بتاعتي بقى 100%.
شايف قميص الاتحاد؟ ايه الاخبار؟ هذا الحب الاول وريال مدريد الحب الثاني. بس اليوم ريال مدريد بيخسر. والله الله يستر. اليوفي قوي. اليوفي قوي. ان شاء الله. بس لو فاز اليوفي يستاهل والله صراحه. على الثلاثة اللي اعطاها برشلونة يستاهل. حبيبي. جهز ال 50 مليون لكهرباء بقى. جيت 7 دخلنا من بابا 7 سير رقم 8 هو ده. روبرتو باجيو. طبعا كل ما تطلع فوق في الساد وتلاقي سلالم تعرف ان انت رايح تقعد في حته. كل ما تلاقي نفسك تاخد سلالم وتنزل تحت تعرف انت ايه تتظبط. 625 yeah that's it. Are you 25? Yes, when you go up you go on the left, okay? Okay, it's this side. Sorry, this side. مكان الهاتو. يا اول مره في حياتي ادخل ستاد. في الساعه في فول. هناك جمهور ريال. هنا مبروك يا محمد. محمد هو الفائز من كي اف سي وهو وفضله وان شاء الله وان شاء الله تفوز النهارده. تنسي كونسنتراسيون برو ديفو دير كريستيانو رونالدو مش ناقصه اي حماس النهارده. اكتر واحد اتصفر عليه. الفريقين نزلوا يسخنوا والتشكيله زي ما قلنا كده. يبقى يوفنتوس بيلعبوا 3-4-3 البي بي بي سي في خط الظهر. باك يمين داني الفيش وباك شمال الكساندرو واثنين ارتكاز كانت شخضيره قدامهم هيجوين وديبالا ومانزوكيتش. مانزوكيتش شمال وديبالا يمين وهيجوين قدام. الناحيه الثانيه في ريال. الريال بيلعب 4-3-3 ثلاثه اللي قدام هم كريستيانو رونالدو وبنزيما اثنين سترايكرز وراهم اسكو بيلعب مثلث مقلوب شويه كاتريكوريستا او فولس ناين. وبعد كده في ثلاثه في نص الملعب اللي هم كاسيميرو ومودريتش وكروز والاربعه اللي ورا طبعا كلنا عارفينهم ما فيهمش حاجه. احسن حاجه اليجري عملها النهارده انه لعب ب 3-4-3 مش بال 4-2-3-1 اللي كسب بيها برشلونه. لان 3-4-3 اللي كسب بيها موناكو ليها اكتر من ميزه. وجود بارزالي ورا داني الفيش بيساعد الفيش المميز جدا هجوميا وده اللي شفناه ضد موناكو. اهم اسلحه الفريقين هم الاظهره. اقوى اربع اظهره في العالم بيلعبوا النهارده كارفاخال ومارسيلو والناحيه الثانيه داني الفيش وساندو. اللي عايز اشوفه دلوقتي انه في وجود
ألفيس وساندرو في 3-4-3 من اليوفي، يعني حرية هجومية تامة للظاهرين دول. هل مارسيلو كارفاخال هيتأثروا بده هجوميا ويدفعوا شوية؟ هل واحد فيهم بس اللي هيزيد مش الاثنين في نفس الوقت، لأن الطبيعي ان الاثنين بيزيدوا في نفس الوقت، ولا مش هيفرق مع زيدان وكله هيهاجم وهيبقى مسؤولية الدفاع على لعيبة الارتكاز كاسيميرو ومودريتش كروز؟ احنا قاعدين ناحية جمهور يوفنتوس، فمعظم الفيديو هيبقى فيه صوت جمهور يوفي اعلى بكتير، وجمهور الريال الناحية الثانية صوتهم مش اوطى في الملعب، ولكن عشان انا بعيد عنه الصوت هيبان ان هو اوطى. Hasta el final, vamos Real. The time is now. بدأ الشوط الثاني الفريقين شكلهم بنفس التشكيلة ونفس الرسم التكتيكي. برزالي واقع على الأرض، منظرة كده فيها إصابة، وبعدين واقع أنا مش عارف هو ماسك إيه. ده مش برزالي، ده بونوتشي. دقيقة 58 آخر 10 دقايق، ضغط مرعب من ريال مدريد، ضغط مرعب. هو جمهور يوفي بيحاول إن هو يفوق فريقه شوية، لأن اليوفي نايمين خالص بقالنا ربع ساعة مش سامعين غير صوت جمهور الريال، ومفيش إلا فرقة واحدة اللي بتلعب على أرض الملعب هي الريال برضو. سيطرة بالطول وبالعرض. كل المؤشرات، الريال ضغط من بداية الشوط واليوفي مش موجود. هدوء وسكوت وصدمة في مدرجات يوفنتوس. يا جماعة لازم نكون واقعيين، في فريق واحد بس أقوى بكتير من الفريق التاني النهاردة. لازم يتسقف له، لازم يتسقف. بس
بيلعبوا ريال. ريال مدريد مستحق. ريال مدريد فرقة تقيلة أوي. أنا ترد كافي لكل الناس اللي عمالة تقول حظ ومش حظ. وجاب مدرب كبير كسب اثنين دوري أبطال ورا بعض. ريال مدريد فرقة تقيلة. يستاهلوا النهارده. ناحية احتفالات وناحية قمة الأحزان والدموع. هي دي كرة القدم. أكتر فريق خسر نهائيات أوروبية في تاريخ كرة القدم. كل جمهور ريال مدريد بيسقف لعيبة اليوفي. مش مكتوبة لك يا جيجي. مش مكتوبة لك يا بوفون. Ladies and gentlemen, congratulations to Real Madrid CF.